السلام عليكم متابعينا، اهلا وسهلا بكم في قناة جيمز ماستر. عدنا لكم في حلقة جديدة من لعبة دراغون بول زد كاكاروت. نستكمل الحلقة السابقة اصدقائنا، وهي مواجهة سيل بعد تم احيائه بعد ان قام جوجو بالقضاء عليه. قام بتجديد خليته الموجودة في الفضاء. حسنا، نستخدم مايسينكو الان. نهاجم المستنسخين الضعاف. نهاجم مرة اخرى الان. نهاجم النسخ، نحاول القضاء عليها اصدقائنا جميعها بأقصى سرعة ممكنة لأنها مزعجة جدا أصدقائنا في القتال. حسنا، نستخدم هجمات قوية من جوجو من جوهان عفوا أصدقائنا، نتجنب الأشعة البنفسجية. حسنا، نجحنا بالقضاء عليهم أصدقائنا جميعا. نستخدم السياجين الخارق. حسنا، ضع حدا للعدو. حسنا، نهجم ثانية بأقصى سرعة. لم يتبقى الكثير، كان لديه طاقة واحدة فقط. حسنا، نهاجم ثانية. نهجم مرة أخرى على. حسنا، نستخدم الآن السوبر سايجين الثانية أصدقائنا. حسنا، نستخدم مايسينكو. نستخدم السوبر سايجين الثانية، لكن قبل ذلك نتجنب هجمات المزعجة. حسنا، وصلنا لمستوى السوبر سايجين اثنين. نهجم الآن على سيل بهجمات قوية أصدقائنا. تلقى ضررا كبيرا سيل. نهجم ثانية مرة أخرى، هجمات قوية جدا من جوهان. حسنا، نهاجم سيل مرة أخرى أصدقائنا أيضا. تلقى هجمات قوية من جوهان. تجنب سيل الآن. نهاجم ثانية مرة أخرى، هجمات قوية من جوهان. وما زلنا نهاجم سل الآن، هجمات قوية. اقتربنا جدا من القضاء عليه، تقريبا 64 ضربة متتالية. ما زلنا نهاجم. نهاجم سل ثانية أصدقائنا. حسنا، نهاجم سل مرة أخرى. نستخدم مايسينكو. نتجنب هجمات سل القوية الآن، كرات الطاقة الهائلة. تلقينا ضررا كبيرا هذه المرة من سيل. حسنا، تجنب هجمة سيل. حسنا، فرصتنا الآن باستخدام مايسينكو. تلقينا ضربة قوية من سيل. حسنا، نهجم الآن. نصد هجمة سيل مرة أخرى. حسنا، تجنب هجمة سيل الآن. تفاديناها بنجاح. نتفادى الهجمات مرة أخرى. نتفاداها مرة أخرى. نتفاداها مرة أخرى. تم التفادي بنجاح. حسنا، استخدم المايسينكو. ضربنا جدا من قضاء على سيل. نستخدم كامل طاقة جوهان أصدقائنا. حسنا، نحن الآن في وضعية السوبر سايجين اثنين الخارقة جدا، أكثر قوة لدى جوهان الآن. حسنا، نهاجم سيل ثانية. حسنا، نهاجم سيل مرة أخرى، لكن سيل يحاول صد الهجمات. نهاجم سيل ثانية. يستنسخ نفس السيل، سيستخدم هجوم الأشعة البنفسجية المزعجة. تجنب هجماته أصدقائنا، نخرج من مجال الأشعة البنفسجية. حسنا، نحاول الخروج ثانية مرة أخرى بأقصى سرعة ممكنة. نستخدم هجوم مايسينكو، يتلقاها سيل بنجاح أصدقائنا. نتجنب هجمات الأشعة البنفسجية. نستخدم مايسينكو مرة أخرى، يتلقاها. حسنا، نهجم ثانية مايسينكو. نتجنب هجمات سيل أصدقائنا. نهاجم ثانية سيل. حسنا، نهاجم مرة أخرى. نهاجم مرة أخرى أيضا. تجنب هجمة سيل. نهاجم ثانية سيل الآن، يتلقى ضررا كبيرا. حسنا، تجنب هجوم سيل الآن. تجنب هجمة سيل مرة أخرى أصدقائي. حسنا، نهاجم سيل الآن، فرصتنا بالهجوم. حسنا، سيل سيهاجم بقوة أيضا. تجنب هجمات الكرات البنفسجية العملاقة والأشعة البنفسجية. تجنب هجوم سيل. نستخدم مايسينكو الآن، فرصتنا.
سنتجنب هجوم سل أصدقائنا. نستخدم ماي سينكو. اقتربنا جدا من هزيمة سل هذه المرة أصدقائي. نبتعد عن مجال سل. نهجم الآن عن السل. الآن فرصتنا بالهجوم عليها أصدقائي. سنتجنب هجمات سل. نستخدم ماي سينكو لتلقاها سل بنجاح. نبتعد عن مجال سل. نستخدم ماي سينكو مرة أخرى. ننجح بإصابة سل. يخرج الآن برضو الأشعة البنفسجية مرة أخرى والمستنسخة من الكثير. نتجنبها أصدقائنا. حسنا ننجح بتجنبها بنجاح. نخرج الآن منها. نحاول تجنبها مرة أخرى. نجحنا بتجنبها. نستخدم ماي سينكو. تلقى درعا كبيرا سل أصدقائي هذه المرة. حسنا نستخدم ماي سينكو ثانية. تلقى درعا كبيرا سل. حسنا نشحن طاقة جوهن إلى أقصى طاقتها. حسنا قبل ذلك نتجنب الهجمات. حسنا نهاجم سل ثانية. نضع حد لها. هي يتلقى ضربة قوية في وجه سل أصدقائي. حسنا نهاجم سل. تجنب هجومه. حسنا نستخدم ماي سينكو. تلقى ضررا كبيرا سل أصدقائي من جوهان. نحن أيضا نتلقى ضررا كبيرا. نهاجم سل ثانية. نستخدم ماي سينكو. حسنا تجنب الهجمات الضخمة من سل. حسنا نهاجم سل ثانية. نتجنب سل. نهاجم سل مرة أخرى. حسنا نستخدم ماي سينكو. حسنا نهاجم سل. لم يتبقى الكثير من الطاقة لدي. حسنا نستخدم ماي سينكو. لقد جن جنون سل أصدقائنا. كون حذرين في النهاية. لم يتبقى الكثير من طاقة سل. حسنا نكون حذرين. نصعد للأعلى ننزل للأسفل. نتفادى الهجمات الضخمة. نجحنا بتجنبها. حسنا نستخدم ماي سينكو. هل اقتربنا؟ اقتربنا جدا من قضاء على سل أصدقائي. نشحن طاقة جوهان إلى أقصى طاقته. نرى من سينتصر، جوهان سوبر سايجين 2 أم سل. حسنا نستخدم ماي سينكو. يستخدم الكرة البنفسجية سل. حسنا تم الإجهاز بنجاح على سل أصدقائي من قبل جوهان. اكتسب تصنيف A ومليون نقطة خبرة وارتفع مستوى جوهان ثانية. أخيرا ها هو سل يهزم. فيجيتا متضرر بشكل كبير من سل أصدقائي هذه المرة. قل وداعا يا فيجيتا. يريد القضاء على فيجيتا لكن يحاول جوهان بصد الهجمة عن فيجيتا. فلنرى ماذا يحدث الآن. لقد قام جوهان بصد الهجمة عن فيجيتا. ستنتهي هذه اللعبة الصغيرة هنا. يريد استخدام الكاميهاميها الآن. سل السوبر سايجين. حسنا يستخدم الآن الكاميهاميها أيضا جوهان. انتهى أمرك والكوكب بأكمله. فلنرى من سينتصر، جوهان أم سل. يجب أن تكون هذه القوة الكافية لتدمير الأرض والنظام الشمسي بأكمله. حسنا جوهان يتراجع للخلف قليلا باستخدام يد واحدة. أنا آسف يا أبي. أنا آسف لكم جميعا. ليس لدي ما يتطلب نهزم سل. أردت معاقبة سل على ما فعله لكنني لم أستطع. أرجوك سامحني. حسنا فلنرى ماذا سيحصل الآن. جو 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 ماذا تفعل؟ لا تستسلم أبي. ضع كل الطاقة لديك في هذه الكاميهاميها تماما كما يفعل سل. يمكنك فعل هذا يا جوهان. أنت لديك القوة لكن لا يمكن استخدام سوى ذراع واحدا. ولست حتى بكامل قوتي. ستكون بخير. يمكنك أن تفوز. ثق بنفسك يا جوهان. اطلق العنان لطاقتك. اطلق عنان كل شيء. اطلقه الآن.
أرنا ما لديك يا جوهان، أرنا قوتنا المجتمعة. هذه نهايتك يا جوهان. فيجيتا يطلق على طلق الطاقة على سيل ويشتت انتباهه. هذا مستحيل. أخيرا قضينا على سل أصدقائي وكتلة التي تتجدد. لنجعله لا يتجدد أبدا، يتبخر الآن. انظر لحجم الدمار الهائل هنا في هذه الأرض. إنه نجح بالفعل، أخيرا انتصر على سل أصدقائنا. هذا جوهان لقد فقد كامل طاقته الآن. أحسنت يا جوهان. حسنا، لهنا تنتهي القصة أصدقائنا. نتائج القصة: جوهان دوت سل أس، جوهان دوت سل مرة أخرى، تصنيف A أيضا. إذا تصنيف القصة نحصل على A. حسنا، نقدم قليلا. لا أصدق هذا. سل لقد رحل سل، نحن الآن بأمان. حسنا، بعد أن تمت هزيمة سل الآن، فيجيتا انتهيت من القتال الآن. من هؤلاء الرجال؟ حسنا، لقد رحلوا، لقد هزمته. هذا كله بفضل السيد ستاين. حسنا، جاري التحميل الآن. نرى ماذا سيحدث الآن بعد أن قمنا بالقضاء على سل أصدقائنا. نعود ثانية إلى برج المراقبة في السماء. ها هي أندرويد 18 تعود للحياة. لا بأس، أنت في موقع مراقبة كامي. لقد انتهى الأمر، تولى جوهان أمر السل العظيم. سيكون كل شيء على ما يرام. جوهان، أجل، كان قويا بشكل لا يصدق. حتى أنت لن يمكنك لمسه. أنت تدينين كريلين بالشكر، لقد خاطر بحياته لينقذك بمجرد أن تقيأك السل. حسنا، لم أستطع أن أتركك هناك. أظن أنني فهمت، أنت تحب، أليس كذلك كاريلين؟ تحب 18. جوهان يقول: لا تقل هذا بتلك الطريقة. ماذا أنت أيها الصغير؟ أتريد أن أمسك يدك أو ما شابه؟ هل هذا ما تريده؟ حسنا، 18 تغادر. ما خطبك؟ هل هذه الطريقة التي تعامل بها الرجل الذي أنقذك؟ اهدأ يا ماتشا. علينا التركيز، علينا الحصول على جميع كرات التنين وباستخدامها في إحياء ترانكس وكل من قتل. صحيح. حسنا، لقد قاموا بتجميع كرات التنين السبعة ثانية. الآن يخرج شارلين التنين الأخضر العملاق. لماذا حل الظلام فجأة؟ هاي أندرويد 18 هنا ما زالت في الأسفل. ما هذا؟ أعد كل الناس الذي قتلهم سل. اعتبر الأمر منتهي. لقد عاد ترانكس إلى الحياة الآن. جميع من قتلهم سل عادوا إلى الحياة أصدقائنا. أندرويد 18 تنظر بدهشة. ما زلت لا أشعر بطاقة جوجو.
تمنى أمنيتك الثانية. مهلا، ألا يمكنك أن تعيد جوجو؟ جوجو أعتقد أنه مات مرتين لا يستطيع إعادته. للأسف، أعيد جوجو من الموت مرة أعيد جوجو من الموت مرة قبل ذلك، فلا أستطيع ذلك. أتمنى أمنية أخرى. حسنا، أنت ذا لا يمكنه فعل هذا. لابد من وجود طريقة، يمكننا اكتشاف طريقة. مرحبا يا رفاق، هذا أنا جوجو. جوجو، أتحدث إليكم من العالم الآخر، اسمعوا. إذا كنت أتحدث مع بولما سابقا، لقد ذكرت دائما أن يتبعنا هؤلاء الأشرار. وعندما نفكر في الأمر، للأسف إنها محقة. كل ما أقوله، أعتقد أنه من المحتمل أن يكون من الأفضل للأرض إذا بقيت هنا. لا تسيء فهمي، لا أحاول أن أقوم بتضحية بطولية أو ما شابه ذلك. في الواقع، أنا أحصل على محاملة خاصة هنا لأنني أنقذت الأرض عدة مرات. عادة عندما تموت تتحول الروح، لكنني علي الاحتفاظ بجسدي. وأيضا لدي العديد من الأشخاص الأقوياء من الماضي اللي يبقون مستمتعا، والذي يعد أمرا ممتعا.